مختلف يعني، فنان كامل زي ما بيقولوا. عم نتكلم على كلمه الفنان الشامل سمير صبحي، كاعلامي مهم برامج من واحنا صغيرين، النادي الدولي، هذا المساء، رحله كبيره جدا وعمل في افلام مع كل النجوم، كل النجوم، مفيش نجم ما عندوش حاجه غير بقى انه فنان. تعالى نتكلم عليك يا انسان، اول مره احضر جنازه ما لاقيش سمير صبري سابقا. كل الجنازات اللي حضرتها في حياتي كنت دايما اجي وقت ما اجي الاقي هو موجود قبل مني، رغم كل الظروف الصحيه اللي هو وضعها. يعني احنا النهارده بنودعه وهنسافر، هنصلي هنا وهنسافر اسكندريه حيث مثواه الاخير، وربنا يصبرنا جميعا باذن الله. شكرا لكم.